القدس عروس العروبة. يسير الوفدان الإماراتي والبحريني إلى واشنطن لحضور مراسم تسجية نصرتها. توقيع رسمي للاتفاقين التطبيعيين الإماراتي والبحريني مع إسرائيل. مع كل خريف ترعى أمريكا اتفاقات الجثوم على صدر الحرية لفلسطين، من كامب ديفيد إلى اتفاق أبراهام وما تلاه، والمقبل قد يسوق شتاء يغرق الحق الفلسطيني في المحافل الدولية. علنا تريد أمريكا رسم وسوم التطبيع على جباه عربية. شهر وحيد قلبت به إدارة ترامب المعادلة، وبات التطبيع مطلب المتباهين بتحقيقه ولو من وراء خط هاتفي. وحده السعيد بنيامين نتنياهو، وقد ملك ما لم يتأتى لغيره. لم تتعبه مفاوضات ولا قابلته انتفاضات، بل جاءته ساحات عربية تهديه انتفاعا. شكلاته ستتحول بصفقات اقتصادية إلى مليارات الدولارات. يريدون الاحتماء به من إيران، تلك ذريعة الإمارات والبحرين في اتفاقيهما التطبيعيين. كاذبون تقول أرقام الاقتصاد، فحجم التبادل التجاري بين طهران وأبوظبي بلغ إلى غاية مارس أذار العام الماضي 13 مليار دولار وفق منظمة الجمارك الإيرانية. ينسون في الحضن الإيراني ثلاث جزر منذ عقود أربع لم يطالبوا بحق استرجاعها إلا همسا، أي خطر يخشونه منها؟ قد يتساءل هؤلاء موعودون في الساحات العربية المعزولة عن حاكميها. خرست البيانات الرسمية، بقية أمل في من نشأوا على نصرة القضية المظلومة دوليا المنصورة شعبيا. ما ضاع لها حق، ما نادى بشرعيتها أحرار.